بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. اهلا بيكم معايا في قناتي اميرة الطبخ اسماء محروس. النهاردة اخترت لكم على الفطار طبق لطيف كده، سهل جدا ويشرف اي عزومة او حاجة. طبق شرايح اللحمة بالخضار، مكوناته سهلة جدا وطريقة عمله سهلة، واهم حاجة ان هو سريعة. بسرعة هنعمله وهنلحق بقى الفطار، ولو من غير رمضان نعمله على الغدا يبقى حلو قوي. انا معايا هنا شرايح لحمه، دي شرايح بفتيك، بفتيك عادي، وانا مقطعاه شرايح، او لو في حته من وش الفخده بنتلجها في الفريزر شويه كده ونبدا ناخد شرايح نقطعها كده شرايح بالطول رفيع. ومعايا بصل جوليان، ومعايا فلفل الوان برضو مقطعاه جوليان، واختياري فيه فلفل حامي. معايا صويا صوص وخل، وكمان معلقتين زيت، ومعايا حوالي معلقتين كده كبار من فصوص الثوم. والتوابل معايا فلفل اسمر وبابريكا وتوابل لحمه. مش هحط الملح دلوقتي علشان مش عايزه اللحمه تنزل ميه خالص. دي كل المكونات، مكونات كده ميكس مع بعض بيدي للطبق طعم حلو قوي. نبدا بقى بسم الله. في بوله كده هبدا احط الصويا صوص. الصويا صوص مهم جدا في الوصفه لان بيدي اللحمه كده لون دارك كده، بيبقى حلو جدا. واحط عليها الخل، مهم جدا الخل علشان يسرع معايا في تسويه اللحمه. هحط كمان معلقه او معلقتين زيت بالكتير، ده زيت ذره، وممكن تحطوا زيت زيتون زي ما انتوا عايزين. بعد كده بقى هحط عليهم الثوم. الوصفه دي في التتبيله مش بحط فيها بصل مبشور ولا اي حاجه، لاني هضيف للحمه البصل الشرايح. نحط بقى كل البهارات مع بعض. معايا التوابل زي ما قلت، الملح هيتحط تقريبا بعد الاكل ما يستوي او يبقى داخل على السوا، لاني مش عايزه اللحمه تشد، ما بنحط لها ملح في الاول بتشد وبتاخر تسويتها. هقلب بقى كل التتبيله دي كويس جدا وانزل بيها بشرايح اللحمه. على فكره ممكن ابدل اللحمه بالفراخ البانيه، تبقى لطيفه برضو. هقلب بقى كويس جدا علشان انا عايزه كل حته من اللحمه تتشرب كويس قوي من الصوص ده بتاع التتبيله. كل لما حطيناه في الصوص كل لما اللحمه شربت منه وبقى طعمها احلى يعني، وبقى طعمها جميل. انا هقلبها كويس وهسيبها كده ساعتين ثلاثه اقل حاجه، لو تحبوا تبقى افضل ممكن نسيبها ليله، بس اقل حاجه ساعتين. لو فراخ كان ممكن اقولك تشتغل عليها على طول بعد نص ساعة، لكن اللحمة بتاخد وقت اكتر كده في التتبيل من الفراخ. هغطيها بقى بالبلاستيك راب وهشيلها في التلاجة كده تتبل مع نفسها زي ما قلت، على قد ما تطول الوقت يبقى افضل وافضل. كده اتبلت وبقت تمام ممتازة. نبدأ بقى نجهز الطاسة اللي انا هسوي فيها. طاسة تكون سخنة جدا، هحط عليها كده شوية زيت حوالي معلقتين ثلاثة كبار من الزيت. اهم حاجة بس ان الطاسة تكون سخنة كويس جدا جدا. شايفين بقى اول لما حطيت اللحمة الزيت سخن ازاي وعمل بخار كده جامد. الموضوع ده مهم جدا لان عايزة اللحمة تاخد صدمة فالمسام بتاعتها تقفل وما تنزلش المية. مش هحط اللحمه كلها مره واحده عشان الطاسه ما تبردش، هبدا احط كده شويه شويه، والشويه اللي هحطهم هقلبهم علشان فورا ياخدوا الصدمه. لو حطيتها كده مره واحده الطاسه هتبرد وهتنزل ميه، فاللحمه تبقى متفله ومبقاش ليها طعم خالص. الشويه اللي انا هحطهم هقلبهم كويس قوي كده على النار، عايزاهم ياخدوا نار كده من الجنبين علشان ياخدوا صدمه وما ينزلوش الميه. محدش ابدا يستعجل ويروح حاطط كده كل اللحمه مره واحده. شايفين بقى بدات تاخد لون الصدمه ازاي كده. هضمن ان الميه بتاعتها اللي في الانسجه ما تنزلش، وبالتالي اللحمه مش هتتفل معايا، وهاخد حته لحمه كده يبقى طعمها جميل بتقطم ومش متفله خالص. هوسع كده بقى مكان واحط اللحمه كده مع اللحمه التانيه.
انا نزلت هنا بكل كمية اللحمة، شايفين؟ هبدأ اقلب فيها بقى لغاية هي ما تستوي. طبعا هي شرايح اللحمة مش بتاخد وقت خالص، وكمان انا ضايفة لها خل بيساعد كمان نسيج اللحمة انه يستوي بسرعة، فبسرعة قوي. من اهم مميزات الاكلة دي انها بتستوي بسرعة. ادي اللحمة داخلة خلاص على السوا، ايه شايفين بقى المية؟ اللحمة شربت المية اللي كانت فيها، استوت بيها وخلاص بدأت تدخل في السوا. هنا بقى هبدأ احط البصل. انا بحط البصل لما اللحمة تستوي حوالي 80%، لاني مش عايزة الخضار يتهري اللي انا هحطه، عايزاه يحتفظ برضه بشكله وبقوامه وبنفس القرشة بتاعته. يدوب يطرى بس حاجة بسيطة كده. هقلب بقى كويس قوي البصل ده مع شرايح اللحمة، وبعد كده تقليبتين ونحط الفلفل الألوان. شكل الطبق بقى كده لما تحطله مجموعة الخضار دي بقى كده كولورفول كده، مبهج وجميل جدا. هبدأ اقلب بقى كل الخضار ده مع اللحمة. زي ما قلت انا مش هبالغ في تسوية الخضار، لاني عايز احتفظ كده بنفس شكله وبنفس لونه والقرشة اللي فيه. ده بقى هنقدمه مع اي حاجة بقى انتوا عايزينها، ممكن شوية مكرونة سباكيتي، ممكن رز ابيض، ممكن عيش. في فطار رمضان ده يعني طبق منقذ جدا لانه سريع وكمان طعمه حلو جدا جدا. هقلب بقى كده كمان. ودلوقتي بقى الوقت اللي انا هنزل فيه بالملح، لما الخضار بدأ يستوي مع اللحمة هنبدأ ننزل بيه بالملح. زي ما قلت الملح مش قبل كده ابدا، علشان مش عايزة الخضار يتهري هو واللحمة وينزلوا المية. الريحة بقى الخضار مع شرايح اللحمة والصويا صوص والتوابل قلب ريحة المكان بالريحة الجميلة، حلوة قوي قوي. تقلبتين بس وكده خلاص انا مقربة اطفي اهو. بدأ الخضار معايا يدبل شوية، انا مش محتاجة اكتر من كده بقى، لاني فعلا عايز احتفظ بشكل نفس الالوان الحلوة بتاعت الخضار دي، الوان الزاهية. شايفين البصل مستوي والفلفل بس لسه كده ايه محتفظين بملمسهم وبنسيجهم، فبالتالي لما اجي اكل معلقة من الطبق ده هحس فعلا بقرشة الخضار وبطعمه. انا مش محتاجة بقى اكتر من كده نار خالص، بوريكو بس الشكل الجميل. الخضار بقى واللحمة مع بعض عاملين صوص خفيف كده مكان الصويا والصويا صوص والخل، حكاية حقيقة كده. خلاص انا نزلت الطبق على النار لان زي ما قلت مش محتاجة خالص نار اكتر من كده. شايفين لسه بقى ايه الخضار والبصل والفلفل اهو، اللحمة كمان محتفظين لسه بشكلهم وبألوانهم الجميلة. يدوب بس الخضار طري معايا حاجة بسيطة، ما كانش محتاج مني اكتر من رشة بقدونس كده على الوش كده. اتمنى تجربوا الطبق لو عجبكم، ياريت ما تنسوش كمان اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا إشعار بكل جديد بقدمه. وإن شاء الله أشوفكوا تاني في وصفات رمضان. كل سنة وانتم طيبين.